والله هي أول شيء لازم هو المواطن اللي شوي يحد من التنقل مالته من والتسوق الحركة؟ ومن الحركة ومن هاي المواضيع الاجتماعية، المناسبات اللي المناسبات، مشكلة المشكلة. على صفواته. أي فهذا شوي يحد. ثانيا يعني صار رجل أداوم بالصحة، فأعرف شنو يعني المواضيع اللي واحد لازم يتخذ الإجراءات. أي المفروض أنه شوي ياخذ الحذر وهو بالتجمعات المسؤولية، هاي. مسؤولية اليوم على الكل. طبعا مسؤولية على الكل، هذا وباء والوباء ينتشر بأسرع وقت. اليوم يعني بصراحة خلينا نقول بما يتعلق بالإرشادات في التوعية الخاصة بوزارة الصحة، اليوم ما في استمرار بهذا الجانب يعني بداخل المناطق الشعبية، يعني بالتحديد لو خلينا نقول نسبة الإرشاد والتوعية قلت يعني قياسا بالفترة لا طبعا البداية. النسبة قلت، واكو مناطق ولا يعني ولا كأنما اكو وباء. ماكو اختلاف، اي ما محترفه ماكو اختلاف. بالوباء، هاي مشكله. وثانيا هي على الحكومه، هي يعني ان تتبع خطوات انه على مود ارشاد المواطن، وتكون هناك صرامه في القرارات. القرارات اي راح بصراحه حتى احنا ما من راح تتخذ الحكومه في الاجراءات شويه مشدده، الناس راح يعني شلون تتذمر من الموضوع، راح يقول لك انا شلون راح امشي حالي المعيشي، الحياه صعبه. بالتالي خلينا نقول اليوم الحكومه لو مخليه فد اليه عمل او خطه على هاي الفتره كانت تجنبت هاي المشاكل. اي بالضبط، هو هي مساله شرعيه هم، انه المرجعيه وجهت بهذا الشيء، انه الناس ان تلتزم بالحظر وان تستقر في بيوتها الا على قدر الحاجه، انه يطلع الشخص يتسوق ويرجع للبيت. شغلات الحكومه، القرارات الحكومه اللي القديمه، احنا اسانس عندي شهيد والاف الشهداء دان عاني، يعني اكو شهيد يعني من 2003 العمليات العسكرية الأمريكية. زين هذا شنو ذنبه؟ يعني شنو مصيره؟ لا حقوق، لا راجعنا مؤسسات باشر عقبه بعد سنة بعد 5 أشهر، قالوا لك ماكو، كل نتيجة ماكو. زين هاي الدماء اللي راحت وضحت وهم قاعدين على الكراسي، ما يقولون هاي العالم شنو مصيرها؟ شنو ذنبها قاعدة بالحواسم وقطة أبنائها، فداء أبنائها يعني. فإحنا اللي نرجو من الحكومة الموقرة الجديدة الاستاذ مصطفى الكاظمي انه ينتبه شويه الى مساله الشهداء. الشهداء الشهداء. اشكرك. اشكرك يعني